السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سادة؟ انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض لسن 2 في يونت 1 من كتاب قطر الندى. هنشرح مع بعض الدرس الثاني في الوحدة الاولى من كتاب قطر الندى. ما تنسوش قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب باسم القناة الانجليزي وجماله، ما تنسوش تعملوا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة سر السعادة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي معانا النهاردة بيقول لي healthy lifestyle يعني اسلوب حياة صحي. healthy lifestyle طبعا زي ما احنا متعودين بنقسم الكلمات، اول كلمة معانا يشرب ماء drink water drink water drink water drink drink water water drink water. يلعب تنس play tennis play tennis play tennis play tennis. يلعب كرة القدم بلاي فوتبول بلاي فوتبول بي ال اي واي اف او او تي بول بي اي ال ال. ياكل موز ايت بانانز ايت بانانز ايت اي اي تي بانانز بي اي ان اي ان اي اس. تمشي للمدرسة ووك تو سكول ووك تو سكول دبليو اي ال كي تي او سكول اس سي اتش او او ال. تدرب exercise exercise e x e r c i s e. اسلوب حياة غير صحي unhealthy lifestyle unhealthy lifestyle. اول حاجة في نمط الحياة غير الصحي play video games play video games play video games. يلعب العاب الطاولة play board games play board games. تأكل كيكة الشوكولاتة eat chocolate cake eat chocolate cake eat chocolate cake. ايضا من نمط الحياة غير الصحي يشرب كولا drink cola drink cola. يشاهد التلفزيون watch television watch television. ينام لمدة 4 ساعات sleep for 4 hours sleep for 4 hours. other words كلمات اخرى صندوق الغداء lunch box lunch box. جزر كاروتس كاروتس كاروتس. خيار كيوكمبرز كيوكمبرز. قوي سترونج سترونج. يعد او يجهز بريبير بريبير. ينام سليب سليب. تغسل ووش ووش. يقطع قط قط. تعد ساندويتش ميك ا ساندويتش ميك ا ساندويتش. فاكهة فروت فروت. خضروات فيجيتابلز فيجيتابلز. طازج فريش فريش فريش. بعد كده بقول لي لوك لسن اند ريد هيلثي لايف ستايل زي ايه. انا اشرب الماء اي درينك ووتر اي درينك ووتر اي درينك ووتر. انا اكل موز اي ايت بانانز اي ايت بانانز. انا العب رياضيات اي بلاي سبورتس اي بلاي سبورتس. انام لمده 8 ساعات اي سليب 4 8 اورز افري نايت اي سليب 4 8 اورز افري نايت. انا امشي المدرسه اي ووك تو سكول اي ووك تو سكول. عندي بعد كده ان هيلثي لايف ستايل زي اي درينك كولا انا اشرب الكولا اي درينك كولا. انا اكل كيكة الشوكولاتة اي ايت شوكولات كيك اي ايت شوكولات كيك. انا العب العاب الفيديو اي بلاي فيديو جيمز اي بلاي فيديو جيمز. انا انام لمدة 4 ساعات كل ليلة اي سليب 4 اورز افري نايت اي سليب 4 اورز افري نايت. اي واتش تلفزيون اي واتش تلفزيون. انا اشاهد التلفزيون اي واتش تلفزيون اي واتش تلفزيون. بعد كده بقول لي لوك اند ريد انظر واقرا. My name is Amira. اسمي أميرة. Look at my healthy lunch box. انظر إلى صندوق الغداء الخاص بي الصحي. I help my mom prepare lunch box. أنا بساعد أمي في إعداد صندوق الغذاء الخاص بي. I wash the vegetables and fruit. أنا بغسل الفاكهة والخضروات. Mom cuts the carrots and cucumbers. أمي بتقطع الخضروات الجزر والخيار. and I make a sandwich. انا بعد ساندويتش. I don't like to
انا لو احب تو درينك كولا، انا لو احب انا اشرب الكولا. مام ميكس سام فريش اورنج جوس، امي بتعمل لي عصير البرتقال الطازج. اند سام دايز وفي بعض اند اون سام دايز وفي بعض الايام and on some days وفي بعض الايام I take a bottle of milk، اخذ زجاجة من اللبن. I like healthy food، انا بحب الطعام الصحي. because لانه it makes me feel strong، لانه يجعلني اشعر بالقوة. بعد كده the activities، بقول read and circle، اقرأ وضع دائرة. اول حاجة eat fruit، هنعمل دائرة على الصورة اللي في النص. number 2 watch television، هنعمل دائرة على الصورة اللي في النص. نمبر 3 ووك تو سكول، هنعمل دايره على الصوره اللي في النص. رابع كلمه درينك ووتر، هنعمل دايره على الصوره الاولى. بعد كده بقول لي لوك اند رايت ذا ميسنج ليترز، انظر واكتب الحروف الناقصه. اول كلمه عندي كيو كامبرز، ناقص حرف اليو والام. تاني كلمه تنس، ناقص حرف التي والان والاي. تالت كلمه درينك، ناقص حرف الاي والان. بعد كده بقول لي لوك اند رايت، انظر واكتب. اول كلمه عندي اكسرسايز، هتدرب او تمرن. اي اكس اي ار سي اي اس اي. نمبر 2 كات يقطع، سي يو تي. نمبر 3 لانش بوكس، ال يو ان سي اتش بوكس بي او اكس. بعد كده بقول لي ريد اند ماتش، اقرا وصل. نمبر اي سيل اي بي بي. نمبر 1 اي وونت تو بي هيلثي، انا اريد ان اكون بصحه جيده. نمبر 2 اي سليب فور 8 hours every night، انا بنام 8 ساعات لمدة. يبقى هنوصل نمبر 2 ببي. نمبر 3 I don't drink cola، انا لا اشرب الكولا او المشروبات الغازية. نمبر 4 I help my mom، انا بساعد امي. prepare my lunch box، في صندوق الغذاء الخاص بي. بعد كده بقول لي read and complete، اقرأ واكمل. My name is Rami، انا اسمي رامي. Look at my healthy lunch box، انظر الى صندوق الغداء الصحي الخاص بي. I help my mom، انا بساعد. يبقى كلمة help هنكتبها في النقطة الاولانية. Prepare my lunch box، في اعداد الصندوق الخاص بي. I wash vegetables and fruit، انا بغسل الخضار والفاكهة. Mom cuts، امي بتقطع. The carrots and cucumbers، بتقطع الجزر والخيار. and make the sandwich، وانا بصنع ساندويتش او بعمل الساندويتش الخاص بي. I don't like، انا لا اشرب. I لا، انا لا احب. drink كولا، اشرب الكولا. mom makes some fresh orange juice، امي بتعمل لي عصير برتقال طازج. on some days، وفي بعض الايام. I take a bottle of milk، باخذ ميلك. طبعا كلمة ميلك هتبقى في النقطة الرابعة. I like healthy food، انا بحب الطعام الصحي. because it makes me feel strong، لانه يجعلني اشعر بالقوة. يبقى كلمة strong اكتبها في النقطة الاخيرة. number 6 بقول لي read and choose the correct answer، اقرأ واختر الاجابة الصحيحة. number 1 I drink water، انا بشرب مياه. number 2 I eat bananas، انا باكل موز. number 3 I sleep، نختار كلمة sleep اللي في النص. 4 8 hours a day، بنام 8 ساعات في اليوم. healthy food makes me feel strong، الطعام الصحي يجعلني اشعر بالقوة. بعد كده بقول لي rearrange the following sentences، رتب لكي تحصل على الترتيب لكي تحصل على جملة مفيدة. number 1 هنبدأ بآي، I don't play board games، انا لا العب العاب الطاولة. number 2 هنبدأ برضه ايضا بآي، I don't watch television، انا لا اشاهد التلفزيون. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح lesson 2 في unit 1 من كتاب قطر الندى. انتهينا من شرح الدرس الثاني في الوحدة الاولى من كتاب قطر الندى للصف الثالث الابتدائي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على فيسبوك. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.